السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف من قناة جو أوتوموبيل. طبعا اليوم حنا في صالة التركي للسيارات، راح أغطي لكم تغطية سريعة عن هونداي سنتافيه، المعدل عن هونداي توسان موديل 2020 فيت الجي ال أو بمعنى صح فيت النص فل سك بانوراما. بنحاول نختصر لكم أغلب تفاصيله وميزاتها بشكل سريع. راح نتكلم بهذه التغطية عن الفروقات ما بينها وبين الفئة اللي هي أقل منها مباشرة. بداية قبل ما نبدأ هذه التغطية، نحب نتكلم عن حاجتين. الأولى موقع المعرض، طبعا بمكة المكرمة، طريق السيل شارع الملك فيصل، بالتحديد بالمعاصم أمام العبارة. بالنسبة لطرق التواصل بالزملاء بمعرض التركي للسيارات، رح نترك لكم أسفل الوصف أرقام التواصل مع الزملاء اللي بيستفسر عن أحدث السيارات أو عن تفاصيل ومواصفات السيارات أو عن طرق الشراء والبيع وطرق التمويل. فبنترك لكم أرقامهم في الوصف وتقدرون تستفسرون عن السيارات بشكل كامل. أما الحاجة الثانية، طبعا لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. ونبدأ هذه التغطية نتكلم فيها. بداية هذه التغطية راح نتكلم عن منافسات هونداي توسان. الدرجة الأولى تويوتا راف 4 بالإضافة لنيسان إكس تريل وكيا سوبرتاج وهوندا سي آر بي. أما بالنسبة للسيارات الصينية فإم جي آر إكس 5 بالإضافة لي هافال إتش 6. طبعا هونداي توسان شابكة معنا على هونداي سنتافيه. فهونداي توسان جاءت بثلاث محركات، محرك 1600 سي سي ومحرك 2000 سي سي بالإضافة لمحرك 2400 سي سي. أما بالنسبة للفئة اللي هي منتشرة أكثر فهي محرك 2000 سي سي. طبعا وارد الناغي الوكيل الحصر بالمنطقة الغربية لسيارات هونداي ولسيارات رينج روفر وبي ام بالإضافة لسيارات فورد الناغي. بداية نتكلم عن مواصفات المحرك. المحرك 2000 سي سي دفع أمامي 4 أسطوانات، بالنسبة للأحصنة 155 حصان. نعرض لكم المحرك بشكل سريع. هذا المحرك 4 أسطوانات دفع أمامي 2000 سي سي، بالنسبة للأحصنة 155 حصان. مثل مواصفاتها الخارجية، طبعا هونداي توسان سيارة أكبر من هونداي سنتافيه وأصغر من المعذرة، سيارة أصغر من هونداي سنتافيه اللي هي تجي ثلاث مراتب وأكبر من هونداي كونا. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، الإضاءة طبعا نتكلم عن الفئة اللي اليوم موجودة معنا، في فئات كثيرة لكن ما نحب ندخل في التفاصيل حتى لا نطول عليكم بالمقطع أو بهذا التغطية. بنحاول نختصر لكم تفاصيل السيارة اللي موجودة معنا. فالإضاءة العالية الواطية لجين، إضاءة LED، كشافات طبعا بعد أسفل الكشافات إضاءة LED وحول الكشافات غطى باللون بيان بلاك وشبك باللون الأسود. واقيات الطين جنوط كروم مقاس 17 إنش. ندخل في تفاصيل الجنوط بشكل سريع. طبعا تفاصيل الجنب ثواني 225.60
17 انش. هذه تفاصيل الجنوط. اشارات بالمرايات، اشارات بالمرايات، طبعا المرايات بلون السياره والمقابض بعد بلون السياره، وعباره بالسقف وسقف بانوراما. طبعا غطاء التانك ينفتح بالضبط. من الميزات الجميله بالاضافه لجناح خلفي وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه ومساحات بالخلف. طبعا بالنسبه للمساحه الخلفيه واضحه، مساحة جميلة وواسعة بعد. هذه الفرشات ومنفاخ وأدوات السلامة. نظرة سريعة للسبير. طبعا الجنط نفس الجنوط اللي برا، نفس الحجم، مدخل 12 فولت. ستارة طبعا هذه دائما يحطونها تقريبا لها ميزات كثيرة، مثلا ذا الحين حطيت حاجة مثلا طبخ حطيتها في الشنطة عندك، فتقدر تحط هذه، تقدر تقول عازل عن المكيف، يعزل المكيف عن الشنطة، فتكون مفيدة بأغلب الأحيان، مع إن كثير ما يستخدمونها لكن تعتبر مفيدة بشكل كبير. طبعا إضاءات اللوحات بلون أصفر هيلوجين. الإضاءة الخلفية عادية، إضاءة الريس والإشارات، كشاف بابا، سك بنوامة. تقييم استهلاك القود فيها، طبعا بالنسبة لطاقة القود كل لتر بنزين يمشيك 14.2 كيلو. التقييم جيد جدا، بنزين 91، دفع امامي، الجير 6 سرعات، 2020. طبعا من الميزات الجميلة بعد فتحات التكييف بالخلف وتكاية. هذه التكاية، مكبرات الصوت، 6 مكبرات صوت. مدخل 12 فولت بعد بالخلف او مدخل تايب سي. مواصفاتها جميلة. بالنسبة للطي المرتبة فبكل سهولة بهذه مرتبة أطفال أو مرتبة كرسي الأطفال، بمعنى صح كرسي الأطفال. طبعا سعر التوسان حسب مواصفاته، فتبدأ أسعاره تقريبا من 77,000 انتهاء ب 110,000 ما خاب ظني، فئة الفل كامل. لكن فئة الفل كامل ما هي متوفرة، أو ما نقول ما هي متوفرة، ما نشوفها بشكل كبير. يعني من يوم إني شفت الشكل الجديد ما شفت منها إلا فئة واحدة أو سيارة واحدة بس، بمعنى صح فئة الفل كامل ما شفت منها إلا سيارة واحدة، لأن سعرها شوي لك عليه.
فالناس ما بياخذوا منها بشكل كبير. اللي تلقاها منتشرة أكثر شيء هذه الفئة اللي هي سقف بنوامة أو اللي هي مادونها اللي هي ستاندر أو اللي هي أعلى من هذه بشوي، تكون بصمة، تزيد عنها بصمة بعض المواصفات البسيطة. التحكم نتكلم عن المواصفات الداخلية، نوافذ مرايات كهربائية وطي المرايات بعد كهربائية، طي المرايات كهربائية، التحكم بالإضاءة الداخلية والخارجية والتراكشن، الإضاءة الخارجية الثانية، الأولى الإضاءة الخارجية والثانية الإضاءة الداخلية، التحكم بالصوت والرد على الجوال، التحكم بشاشة المعلومات، أو عداد الرحلات، التحكم بالميديا، عداد الرحلات باللغة العربية، نثبت السرعة، طبعا هذه عدد الرحلات ومثبت السرعة، الجلد بلاستيك، الدركسون بلاستيك، هذه مش طبعا شاحن لاسلكي، شاحن لاسلكي كان ينقصها الشاشة، بس تنقصها شاشة بدل الراديو، أتوقع فيها تعتيم تلقائي، أتوقع فيها تعتيم. إضاءة السقف ليد، مرايات بعد فيها إضاءة، قفلوا قفلوا الصالة. فبيختصر أغلب المواصفات، الجير تبترونيك من 6 سرعات، هذه وضعيات القيادة، الإيكو النورمال والسبورت 3 وضعيات في القيادة، وضعيات القيادة، بريك يدوي، حاملات أكواب 2، المكيف يدوي، المناخ طبعا المناخ غير منفصل، فتحات تكييف بالدرج، مدخل USB ومدخل UX و12 فولت. هذه أغلب تفاصيلها، تكلمنا عن أغلب مواصفاتها، فأتمنى التغطية عجبتكم. بالنهاية طبعا بنهاية التغطية احتمال ما ذكرت بعض التفاصيل أو ما تكلمت عن بعض المواصفات اللي موجودة بالسيارة، طبعا ما حد معصوم من الخطأ، احتمال أخطأ في بعض المواصفات، فأتمنى تعذروني. فمثل ما ذكرت في البداية، لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في أمان الله. طبعا هذه الكاميرا للأسف يعني ما كان في شيء، يعني لو كانت شاشة ليش هنا، يعني نظام قديم، أخبر الجيمس القديم كان هنا 2007 و2008 كانت الكاميرا تجينا، لا حتى في 2013 الجيمس كانت تيجي بهذه الوضعية، لكن الحين أغلب الشركات شاشات، يعني للأمانة طبعا شاشات الأندرويد حاليا أسعارها تقريبا الصينية، أنا أتكلم عن شاشات الأندرويد الصينية، فأسعارها تقريبا حول ما خاب ظني 200-300 ريال، فيها جميع المواصفات، فيها جميع التحكمات
والله بنظرتي الشخصية إنه أفضل من الشاشات اللي تكون في السيارات إن فيها نظام ملاحة أو حاجة، يعني سعرها 200-300 وتركب على السيارة تقريبا طبق الأصل، لا يبغى لك لا تفك حاجة ولا ترك، بس شيلها مسجل ركب الشاشة، سعرها تقريبا 200 ريال، تلقوها على المواقع. راح نزل اسم الموقع اللي لقيت فيه هذه الشاشات، نزلت أسواق للأمانة لقيتها حول 1000 وشوية، 1800-900، لكن يوم اني دخلت الموقع ذاك انصدمت الصراحة. طبعا ما حد يقول لا هذيك ما هي اصلية، هذه ما هي اصلية، شاشة اندرويد يعني صيني، ما فيها اي مجال، كلها اللي كانت هنا ولا هناك. يمكن تقول لي لا جودة، تقريبا نفس الجودة، خصومات. حتى لذلك اني يوم اني اخذت مرة رحت لمحل شاشات سألته عن الشاشة اللي عنده، قال لي سعرها مبلغ وقدره. قلت له طيب هذه ما هي بنفس هذه اللي في الاعلام، ما هي نفس اللي عندكم؟ قال لي لا هذا يمكن دحين تو صارت تحديثات من هذا الكلام. ف احنا ما لنا في انه يمكن اسعارها في السوق عليها، لا احنا نتكلم عن الخصومات اللي عليها، وانها شاشات رخيصه، يعني نذكر انها شاشات رخيصه. فاتمنى ما طولت عليكم بالتغطيه، مثل ما ذكرت في البدايه راح اعيد في النهايه، ادعمونا بالقناة، لا تنسونا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وأهم حاجة الإعجاب. في أمان الله.